أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام، وجولة صحفية جديدة مع أبرز المنشطات والموضوعات ومقالات الرأي في الصحف المحلية والعربية والعالمية. تصدر الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة بمحافظة الجديد الوادي الجديد، أسفر عن استشهاد 22 من ضباط وجنود القوات المسلحة. تصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، وذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام الأعلى للقوات المسلحة تقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت بمطار ألماظة وقدم التعزية لأسر الشهداء، وأكد أن مثل هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، وتعهد بالقصاص من القتلى. وأضاف أن الأزمة الحالية هي أكبر أزمة تواجهها مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحادث ومراجعة الطرق الأمنية. من جانبها ذكرت صحيفة الأخبار أن قوات حرس الحدود رفعت درجة الاستعداد القصوى على الحدود المصرية السودانية والليبية لمحاصرة مرتكب الحادث الإرهابي بمدينة الفرافرة بالوادي الجديد، وسط توقعات بهروب الجناة عبر الحدود المصرية السودانية. علمت الجمهورية أن المنطقة الجنوبية العسكرية وقوات حرس الحدود تجري عمليات موسعة لتمشيط الصحاري والدروب الجبلية لضبط مرتكبي حادث الفرافرة الإرهابي، حيث تبين انتمائهم لتنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية بعد مقتل 3 منهم في الهجوم، وضبط سيارتين محملتين بالمواد التفجيرية والأحزمة الناسفة والقنابل. صحيفة الشروق ذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تعقد اليوم ثاني الاجتماعات التحضيرية لانتخابات مجلس النواب المقبل. وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة في تصريحات للصحيفة أن الاجتماع سيشهد الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للجنة، مشيرا إلى أن الأعضاء سيتم اختيارهم من بين أعضاء الهيئات القضائية، وهي وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والمحلية والاتصالات. وأكد إدريس أن عدد أعضاء الأمانة العامة غير محددة، وإنما يحدد عددهم وفقا للاحتياجات المطلوبة، واستبعد أن تصدر الدعوة إلى الانتخابات في نهاية الاجتماع، خصوصا أنه لم يتم الانتهاء من جميع الإجراءات الانتخابية التي تسبق التصويت. أما صحيفة الجمهورية فقد أكدت أن مصر تواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية إن اتصالات هاتفية جرت بين وزير الخارجية سامح شكري وعدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، وذلك في إطار متابعة الاتصالات التي تجريها مصر لوقف نزيف الدم الفلسطيني. في إطار هذه الجهود يزور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة اليوم، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين. كما أدانت وزارة الخارجية التصعيد الأخير في حي الشجاعية وما خلفه من عشرات الشهداء ومئات المصابين من الأبرياء، كما جددت وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها. ونتحول إلى مقالات الصحف المحلية، ونطالع رأي صحيفة الأهرام اليوم تحت عنوان المؤامرة على الجيش المصري. يتحدث فيه الكاتب عن المؤامرة الدنيئة التي تعرضت لها قواتنا الباسلة بالقرب من واحة الفرافرة في الصحراء الغربية، حيث جاء الإرهابيون في هذا الحادث من وراء الحدود، ولم يعد خافيا أن هذه التنظيمات أصبحت مكشوفة سواء في أجندتها المشبوهة أو في توقيتات عملياتها أو علاقاتها المريبة مع أعداء الوطن والأمة العربية. يقول الكاتب في مقاله: خيوط المؤامرة وتوقيتها بدأت تتضح معالمها بصورة كبيرة، فالعمليات الإرهابية المقبلة من وراء الحدود ومن تنظيمات إرهابية لا تجيد إلا الخوض في دماء القوات الوطنية، ولا تعمل إلا على تقويض أركان القوة في دولة الوطنية العربية خاصة مصر. هذه القوة باتت مكشوفة ومفضوحة لكل العقول الواعية المخلصة الحريصة على أوطانها وكرامتها وشرفها. من المؤكد أن الأيام وحدها سوف تكشف حجم المؤامرة ضد الجيش المصري، إلا أنها سوف تثبت أيضا أن المصريين هم خير أجناد الأرض، وأن الشعب المصري يقف خلف جيشه يؤازره ضد كل قوى الشر والإرهاب. ومن صحيفة المصرية اليوم نطالع مقالا للدكتور عمرو الشوبكي بعنوان
من يتضامن مع جنودنا يتساءل فيه عن أسباب الخلل النفسي التي أصابت البعض وجعلتهم يتحدثون عن جيش بلادهم بالشماتة وبلغة المستشرقين وكأنهم مستوردين من الخارج، وحالة الاستعلاء والاحتقار لكل ما هو وطني التي أصابتهم. الدفاع عن كرامة الجيش وجنوده وضباطه وليس فقط جزء من مشاعر وطنية طبيعية غابت عن البعض، إنما هو إنقاذ لهذا البلد من مستقبل مظلم يخطط له مندوب الفوضى الخلاقة وحلفائهم الإخوان، وهو أمر لا علاقة له بدفاع عن الديمقراطية المتعثرة ولا رفض انتهاكات وأخطاء مؤكدة تجري كل يوم، إنما له علاقة بمشروع وقلة من البشر يكرهون المصريين ويحولون التضامن مع أشقائنا إلى مناسبة للشماتة في شهدائنا. سيظل هناك ملايين المصريين ممن يتضامنون مع شهدائهم ولا يشمتون في شهداء غزة، وهؤلاء هم من سيعوضوننا خيرا في شهدائنا الأبرار. نتحول إلى الصحف العربية، والبداية بالعدوان الإسرائيلي الدامي على غزة، ونقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية خبرا بعنوان الاحتلال يوغل في الدم الفلسطيني، وقالت أوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في دم الفلسطينيين وارتكبت مجزرة إبادة جماعية في حي شجاعية شرق غزة، قتلت خلالها أكثر من 86 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب زهاء 210 آخرين من المدنيين، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 460 شهيدا وأكثر من 3550 جريحا، في وقت اعترف الكيان بمصرع 13 جنديا إسرائيليا، بينما أعلنت المقاومة أسرى جندي إسرائيلي. الأوضاع المتردية في ليبيا رصدتها صحيفة الحياة اللندنية، ونقرأ فيها تلاشت فرص انفراج الأزمة في العاصمة الليبية بعدما تحول محيط مطار طرابلس أمس إلى ساحة لمعركة مفتوحة بين مقاتلي الزنتان الذين سيطروا عليه منذ سقوط نظام معمر القذافي والفصائل الساعية إلى طردهم من مواقعهم بالعاصمة وأولها المطار. يأتي ذلك بعد فشل اجتماع أخير عقد بين ممثلي الزنتان ومصراتة في التوصل إلى تفاهم. الجيش الحر يسيطر على مدينة مورك في ريف حماة، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة القبس الكويتية، والتي أكدت أن المعارك السورية تتواصل بين كر وفر بين القوات النظامية والمعارضة السورية، والتي أكدت أن الجيش الحر تمكن من فرض سيطرته على مدينة مورك في ريف حماة، فيما قتل نحو 77 شخصا في معارك مختلفة ومعظمهم في إدلب ودمشق وريفها. وكانت قوات النظام قد شنت هجوما لاستعادة حقل الشاعر للغاز والذي كان قد سقط في أيدي تنظيم داعش، فيما كثفت الطائرات غارتها على مناطق متفرقة من درعا. تحت عنوان العراق يطالب العالم بالوقوف بوجه داعش، كتبت صحيفة الدستور الأردنية أن رئيس الحكومة العراقية نور المالكي دعا العالم إلى الوقوف بوجه تنظيم داعش الذي تبنى سلسلة من التفجيرات ضربت بغداد. وقال المالكي إن ما تقوم به داعش ضد المواطنين واعتدائهم على الكنائس ودور العبادة في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم إنما تكشف طبيعة هذه الجماعة، ولذلك دعا العالم إلى تشديد الحصار عليهم والوقوف صفا واحدا لمواجهتهم. نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العربية. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان محور اهتمام صحيفة الراية القطرية التي ألقت الضوء على ارتكاب إسرائيل مجزرة بشرية بشعة بحي الشجاعية المنكوب الذي أفاق ساكنوه على قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا كلهم من المدنيين العزل. وكتبت مقالا بعنوان مجزرة إسرائيلية جديدة، قالت فيه إن إسرائيل ارتكبت جرما كبيرا حينما قامت بضرب الفلسطينيين العزل بكافة الأسلحة وجعلتهم أهدافا مشروعة في حي الشجاعية من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية لكسر إرادة الصمود فيها، وارتكبت مجزرة مروعة بينما العالم يقف متفرجا ويصدر بيانات إدانة خجولة وتحمل المقاومة مسؤولية جرائم إسرائيل. باتت المجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني الذي يواجه شتى صنوف الإجرام الإسرائيلي تحتم على العرب والمسلمين والشرفاء في العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لأن وقت وقوع العدوان يجب أن تتلاشى الخلافات وتكون القضية الفلسطينية هي صلب اهتمام الجميع.
يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي البشع على قطاع غزة، وتستمر حرب الإبادة والمجازر الجماعية في ظل صمت دولي يرقى إلى حد التواطؤ، حيث إن ما يجري الآن ليس حربا ضد فصيل معين، وإنما هي حرب وإبادة جماعية ضد شعب أعزل ووطن محتل. في هذا الإطار جاء المقال الافتتاحي لصحيفة البيان، وقالت فيه: هذه الجريمة البشعة التي يمارسها الكيان الصهيوني تعتبر بكل المقاييس ومقتضيات المواثيق الدولية جريمة حرب، يجب أن يقدم كل المسؤولين الصهاينة عنها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم. فقوات الاحتلال الإسرائيلي استباحت الأرض والشعب وقتلت الأطفال والشيوخ واغتصبت أرضهم ودنست مقدساتهم. الإسرائيليين يدركون أن ظروف الواقع العربي والإقليمي والدولي باتت مثالية لفرض أمر واقع جديد في فلسطين، والمقصود من العدوان على غزة في هذه المرحلة ليس إجهاض حلم الفلسطينيين بالمصالحة والتحرر وحق المقاومة والدفاع عن الكرامة فقط، وإنما أيضا إثبات عجز الأمة عن الرد. فكل المساعي المبذولة في العلن والسر تتمحور الآن حول الأمن الإسرائيلي الذي لم يتعرض لتهديدات جدية. إلى منشطات الصحف العالمية، حيث حظيت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الصادمة لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة باهتمام الصحف العالمية اليوم. ونقرأ من صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية: كيري يطالب حماس بالالتزام بوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين، حيث صرح كيري بأنه من المهم أن تتفهم حماس كيف أن الالتزام بوقف إطلاق النار من شأنه الحيلولة دون سقوط المزيد من المدنيين، مضيفا أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها من الصواريخ التي تطلقها حماس من غزة. حادثة سقوط الطائرة الماليزية شرقية أوكرانيا كانت أيضا في صدارة اهتمامات صحف اليوم، حيث كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن أن سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية تمنع تحليق الطائرات المدنية الأمريكية فوق 14 مكانا بالعالم لوجود عمليات عدائية أو يشتبه في عدائيتها بعد سقوط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا. وقالت الصحيفة إن القائمة تشمل في نهايتها كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا. في السياق ذاته نقرأ من جريدة فاينانشال تايمز البريطانية عنوانا يقول: انذار لبوتين حول حادث تحطم الطائرة. وتقول التفاصيل ان القادة الغربيين وجهوا امس انذارا شديد اللهجة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يجابه انتقادات لازعة بشأن معاملة جثث ضحايا الطائرة الماليزية التي سقطت في موقع شرق اوكرانيا يسيطر عليه متمردون موالون لروسيا. وحذرت دول أوروبا بتوجيه المزيد من العقوبات في حالة عجز فريق التحقيق المعني عن الوصول إلى موقع الحادث لكشف ملابساته. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رصدت تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وقالت: المتمردون بجنوب السودان يشتبكون مع جنود حكوميين بالقرب من الحدود الإثيوبية. وتقول التفاصيل إنه وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي وقع في مايو الماضي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، تجددت أمس الاشتباكات بين متمردين تابعين لرياك مشار نائب رئيس جنوب السودان السابق وجنود حكوميين في بلدة ناصر الحدودية، ما ينذر بالتصعيد بين الجانبين. حادث الطائرة الماليزية ألقى أيضا بظلاله على مقالات الرأي اليوم، حيث طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتشديد العقوبات على روسيا إذا لم تغير من نهجها تجاه دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وفي هذا السياق جاء مقاله بجريدة التايمز البريطانية. مشاهدينا الكرام، ختاما لهذه الجولة الصحفية، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.